هذه الفرقة الجديدة التي تهاجم الثوابت والشريعة وتهاجم أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء الأمة، تهاجم السنة، تهاجم البخاري ومسلما. طيب ينفع نكمل كلام حضرتك ونقول ربنا ما كانش يجي في خياله ان اللي بيحصل ده يحصل؟ هو ربنا كانت الحته دي غايبه عنه؟ لا انا قلت هو ربنا يوصف بالجهل؟ انا قلت ربنا ما كانش يتخيل ان هم يعملوا، وهو عالم الغيب، قلت كده ولا قلت حتى لو كان عالم الغيب؟ الحل في اللي احنا بنقوله في البرنامج او في غيره، الحل في التنوير، الحل في تحرير العقول. فخلي الدول، خلي الانظمه لسه معتقده بمؤسساتها الرسميه الدينيه، مصر او غير مصر على فكره، إن الحل في التسكين، إن الحل في هدي الجو، وإن شاء الله ربنا يسهل بعد كده. ربنا مش بيسهل بعد كده على فكرة، لأن هو ملوش دعوة خاص باللي احنا عملناه في نفسينا. هو ما قالناش نقدس الناس، وهو أبدا أبدا، يعني أنا بتخيل طبعا الذات الإلهية مش ممكن كان يتخيل إن ناس تقف عند قرن معين وتقول بس مش هنفهم أكتر من كده خلاص. حتى لو هو عالم الغيب، لكن هو كان عايز أكيد غير ده، فاللي حصل اكيد على غير اراده. يعني عارف يعني حضرتك بتقول عالم الغيب، يعني حضرتك بتثبت انه عالم الغيب وما كانش يعرف. سؤال بس عايز اسالك سؤال، فانا عايز اعرف حضرتك اشعريه؟ سي حضرتك سيبك من عقيدتك. لا بصراحه ترد عليا، ما انت بتحكمني بعقيدتك. انا مش بحكمك بعقيدتي، انا لو هحكمك بعقيدتي. انا مسلم اقول لا اله الا الله. تسمع المعتزله؟ وانا تسمع المعتزله بعد اذنك يا فندم لو سمحت ترد. مش دي مشكلتي انا يا سيدي. انا عايز العقيده دي. كانوا بيروا البداء، تعرف البداء ولا ما تعرف المعتزله؟ كانوا بيروا البداء. ما حصلش الكلام والله. انت مش مذاكر. انتوا واخدنا واخدنا انت حضرتك بتخرب. دي شيعة. انا هقري الاستاذ اسامه عشان المعتزله. البداء كان من فكره المعتزله. بص يا استاذ اسامه، عشان نعرف ان الاستاذ عبد الله مش مذاكر. لا يا استاذ، طورينا الله يسلمك. لا بعد اذنك. لا خلينا يا دكتور، ده احنا لسه في اول نص ساعه قدامنا على الاقل ساعه. لو احنا مبتدئين كده بعد اذنك، خلينا ايه ما ناخدش فيها. بص اشخاص بعض. استاذ اسامه بعد اذنك، عشان اسف ربنا، بعد اذنك الموضوع مفصلي عشان نعرف زي كده مين. تمام، ونرجع نقول ان ربنا بيتخيل ونقول لا. ثانيه واحده يا استاذ اسلام، يعني وبعدين يجي يقول الازهر اخ في البرنامج لتحريم الفكر. لا، الفرصه الاسلام اشاع عن الله عز وجل ما لا يصح في حقه. لما انا اقول ان ربنا بيتخيل، انا كده وصفت الله باوصاف البشر، ودي اوصاف يعني قميئة في حق الخالق. ما ينفعش ابدا اقول ربنا بتخيل الكلام ده. انا اتخيل حضرتك اخويا اسلام، لكن ما حدش ينفع يتخيل. ما ينفعش ربنا يتخيل استاذ اسلام، لان ربنا بيقول ايه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد. بيقول يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اخلص بصرك. بيقول يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يعني ربنا يعلم الذي في قلبك، ويعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. اجي انا اقول ربنا ما خطرش على باله ان اللي يحصل ده كان ممكن الفقهاء يعملوه، معنى كده انه ايه؟ عمل حاجة وخرجت من ايديه، الموضوع طلع اكبر منه. ازاي انسب لله سبحانه وتعالى هذا الكلام؟ اسمع، انا بس طالب تاني سؤال. هل حضرتك ربنا سبحانه وتعالى، انت بتقول بالنص يا اخواننا يا مشاهدين ان ربنا ما كانش في خياله وما خطرش على خياله او ما جاش على خياله ان اللي يحصل ده كان ممكن يحصل، هل الكلام ده يحتمل معنى تاني؟ بالله عليك هل له معنى تاني؟ دكتور عبد الله، انت مش شايف حضرتك ان احنا مركزين على لفظ واحد اتقال يا فندم؟ دي عقيده في حلقه واحده يا فندم. حلقة واحدة يا فندم، ده دين. طب اسمح لي حضرتك، ده وصف للذات الالهيه. اشرح لك ما ينفعش ان انا اتجاوز ابدا. لما اطلع حضرتك اخلي ان جرم الخلفاء والائمه وعلماء الدين وصل لحد ان ربنا ما كانش يتخيله، ده يخلي الانسان المسلم عادي. المشكله في الجرم ولا المشكلة في التخيل؟ المشكلة يا فندم في التخيل. انت بتتخيل حاجة اجرام، يعني انت بتوصل للمشاهد دلوقتي ان الناس دي عملت اجرام، هذا الاجرام ما كانش ربنا يتخيله. قول لي حضرتك انت كمسلم بسيط، يمكن يكون حضرتك اللي يزعل انك تقول احنا، انك تقول على هؤلاء انه اجرام. هو ده اللي يا فندم، ده الاثنين يزعلوا، انك تقول عليهم اجرام وانك تقول ان ربنا ما كانش يتخيل. طيب احنا غطينا نقطة التخيل، خلينا نتكلم في اللي بعد. اتفضل. نقطة التخيل بس كنت عايز ارد عليه في حاجة تانية. الأول معلش، البداء فين بتاع المعتزلة؟ هي طبعا صاحبة الرأي في البداء، مفيش كلام. طب لو لا يجوز النسخ الأفعال عندهم، هيبقى عندنا فاصل تقدر فيه، فاصل تطلعها توريها في البداء، توريها في الفاصل. مش دلوقتي، لا مش على البداء، مش دلوقتي، على اللي ينضج. أنا بقول تطلعها له في الفاصل. أنا مش طالع فاصل يا عم، اسمعني، أنا مش طالع فاصل، وريها له في الفاصل. حلو،
ويقولون بالبداء على الله تبارك وتعالى، وأن الله رب العالمين يبدو له الرأي بعد أن يقضي بسواه فيغير ما كان قضاه ويأتي بما بدا له بعده، فيقولون بالرجعة والغيبة والتولي والتبري إلا في حالة التقية. هذا مذهب الإمامية، بحث في النشأة وأصول العقيدة والتشريع. الدكتور عبد الهادي الفضلي ماذا يقول؟ يقول: ومما ينبغي أن يشار إليه هنا ما عرفت به الإمامية، ما عرفت به الإمامية واشتهرت مما له ارتباط بعقيدة التوحيد، أمثال نظرية البدا في علم الله تعالى. أين البدا؟ في علم الله. وهنا يقول: لا، لا يمكن أن يكون البدا في علم الله. ومسائل الجلالة يقول لك: ليس من علم الله. ها، سبحان الله العظيم. نرجع الآن لأن مسائل سيأتينا خطيرة جدا. هنا يأتي يقول لك: هنا لا يمكن أن تقول أن البدا في حق الله عز وجل أنه يظهر لا شيء خلاف ما كان. ماذا يقول؟ يقول هنا في كتاب مصنفات الصدوق، يقول نعم، يقول: وأما قول الصادق ما بدا لله في شيء كما بدا له في ابن إسماعيل، فإنه يقول: ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في ابن إسماعيل إذ اخترمه قبلي ليعلم أنه ليس. ما ظهر لله سبحانه في أمر، هنا الحديث ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل، وما ظهر لله مش لغير. هل تعلم أن عقيدة الشيعة تتهم رب العزة والجلال بالبدء والعياذ بالله؟ أي أنهم ينصون على أن الله شاء أن يفعل كذا ثم بدا له، أي ظهر له أن يفعل أمرا آخر. والاعتقاد بالبدء فيه نسبة الجهل لله تعالى، نعوذ بالله من الخذلان. ذكر العالم الشيعي محمد بن يعقوب الكليني في كتابه أصول الكافي بابا كاملا في البدء، وسماه باب البدء، وأتى فيه بروايات منها عن زرارة بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: ما عبد الله بشيء مثل البدء. عن الريان بن الصلت قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبدا. ومن أبرز شخصيات الشيعة الإمامية عبد الله بن سبأ، وهو يهودي من اليمن، أظهر الإسلام ونقل عقائد اليهود إلى التشيع كالقول بالرجعة وعدم الموت وملك الأرض والقدرة على أشياء لا يقدر عليها أحد من الخلق والعلم بما لا يعلمه أحد، كل هذا يعتقدونه في علي رضي الله عنه، ويثبتون معتقدين البداء لله عز وجل، يعتقدون بالبداء والنسيان لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. البداء إحدى العقائد التي وضعها أئمة الرافضة لشيعتهم حتى لا يظهر على أئمتهم كذب أبدا، وتعني هذه العقيدة تغير الإرادة وتبديل العزم تبعا لتغير العلم، وهي بهذا المعنى إن نسبت إلى الله رب العالمين كفر، فهي عقيدة يهودية ضالة منحرفة وردت في نص التوراة المحرفة، ونقلها عبد الله بن سبأ اليهودي، وأخذ بها المختار بن أبي عبيد الثقفي، ف
ثم انتقلت إلى الشيعة. وذكر الشهرستاني في الملل والنحل صور البداء هكذا: البداء في العلم وهو أن يظهر له خلاف ما صنع سبحانه، والبداء في الأمر وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بعده بخلاف ذلك، ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأمر المختلف في الأوقات المختلفة متناسخ. البداء في الإرادة وهو أن يظهر له الصواب على خلاف ما أراد وحكم. يثبتون هذا كله معتقدين في الله رب العالمين بعقيدة البداء. القول بالبداء يستلزم سابق الجهل، وألا يكون عالما بعواقب الأمور وما تؤول إليه. والسر في اعتقادهم بالبداء أن أئمتهم كانوا يخبرونهم أخبارا، فإن تحققت قالوا: ألم نقل لكم نعلم الغيب من الله؟ وإن خالفت أخبارهم الواقعة قالوا: بدا لله أمر فغير ما أخبرناكم به. فيخدعونهم في كل حال. ومن عقائدهم، من عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية التي يعتقدها الحج حسن المجاهد المغوار عند طوائف المسلمين الأغمار، من عقائدهم العصمة، والأئمة الاثنى عشر معصومون في زعمهم عن الخطأ والنسيان وعن اقتراف الكبائر والصغائر، والعصمة لا تكون إلا لنبي. تسمع عن المعتزلة؟ وأنا تسمع عن المعتزلة بعد إذنك يا فندم لو سمحت ترد. مش دي مشكلتي أنا يا سيدي. أنا أعتقد العقيدة دي كانوا بيروا البداء. تعرف البداء ولا ما تعرف البداء؟ المعتزلة كانوا بيروا البداء؟ آه. ما حصلش الكلام والله. أنت مش مذاكر الشيعة. أنتوا واخدنا 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 أنت حضرتك بتخرب دي الشيعة. طيب أنا هقري الأستاذ أسامة عشان البداء كان من فكرة المعتزلة. بص يا أستاذ أسامة عشان نعرف إن الأستاذ عبد الله مش مذاكر. بعد إذنك الموضوع مفصلي عشان نعرف بنناظر مين. تمام. البداء فين بتاع المعتزلة؟ هي طبعا صاحبة الرأي في البداء مفيش كلام. طب